متابعينا ومتابعي اليوم السابع، نحييكم من هنا من مدينة العلمين وتحديدا من أحدث مضمار لسباقات الهجن أقيم على عجل خلال الأيام القليلة الماضية لإقامة بطولة الهجن، منتظر أن تنطلق خلال أيام قليلة. نتعرف على المضمار وعلى البطولة وعلى الفعاليات من أهل المكان ومن المسؤولين هنا معنا خاص اليوم السابع من مدينة العلمين. في المدينة هنا تقام فعاليات سباقات الهجرة المنتظرة بعد أيام قليلة إن شاء الله. بإذن الله. حدثنا عن المضمار اللي احنا شايفين حركة إنشاءات في هذا المكان. هذا مضمار بعد مساهمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة، وطبعا أشكر للأخوة فخامة الشيخ محمد بن زايد والأخوة الإمارات العربية لإقامة المضمار الأول في مرسى مطروح، وإقامة المضمار الآخر في مدينة السلوم بإذن الله خلال الأيام القادمة بإذن الله الرحيم. إن شاء الله احنا طبعا بنشكر القيادة السياسية في مصر، قيادة السيد عبد الفتاح السيسي قائد النهضة وقائد التطور في مصر على هذه اللفتة الجميلة بإحياء تراث الأجداد والآباء وصلة التواصل بين القبائل والأفراد. هل هي لأول مرة تقام مثل هذه الإنشاءات الخاصة بسباقات الهجن في مرسى مطروح؟ هي في 2009 في مدينة. ننتقل للحديث مع احد الرموز في المكان. تعرف حضرتك العمدة الضايل خليل عبد الخميرة العمدة؟ هنا المكان اللي احنا شايفينه مكان صحراوي وبدأت تدب فيه الحياة من جديد بهذا الانشاء وهذا المضمار، اثر وجود هذا المضمار على المكان ايه؟ أولا نرحب بكم في محافظة مطروح، المكان وليد علينا ولأول مرة يقام، وهذا تراث وبالنسبة لنا في تعاون ما بين أخوة رشقاء الخليج، وظاهرة استثمارية تجذب الاستثمار، وهو مشروع وليد علينا ولأول مرة يقام، وفي تعاون ما بين الأشقاء الأمراتية والجهاز المصري. المنتظر من الفائدة في المكان على أهل المكان الفائدة كل المصالح وكل الخير تجذب من هذا المكان، فيه خير ياما وفيه تعارف وفيه مصالح حيتم على 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 أهل المنطقة عامة. تمام. أستاذ تبارك نادي، رئيس النادي الهجن هنا بمرسى مطروح، ما تم في الإنشاءات؟ يعني اشرح للسادة المتابعين الإنشاءات اللي احنا شايفينها عبارة عن ايه؟ عبارة عن مضمار أجل مواسير إن شاء الله، وتراك الخيل الإبل، وفي سباق ثلاث مراحل إن شاء الله. يعني إن شاء الله. إذن متابعينا متابعي اليوم السابع، نترككم الآن مع مشاهد لأحدث مضمار للهجن لسباقات الهجن يقام في مصر هنا على بعد 20 كيلومتر من مدينة العلمين في محافظة مرسى مطروح.
متابعينا نتابع جولتنا من هنا من داخل مضمار سباقات الهجن بالعلمين، احدث مضمار لسباقات الهجن يقام على ارض مصر. نطرب حضرتك الحاج حمد علواني. نعم حاج حمد المسؤول هنا عن الانشاءات. كلمنا عن المضمار، كلمنا عن المكان. كم كيلو هو هنا المضمار؟ 5 كيلو. نعم دوران، يعني دوران 5 كيلو لف. تمام. الانشاءات اللي تمت داخل المكان ايه؟ هو تسويه المكان، تسويه. نعم. المدار وتزيز المضمار المنسوب اللي هو للهجن صالح للهجن للميز، يعني للتسابق والجري في المكان. للتسابق والجري في المكان. تمام. الانشاءات اللي احنا شايفينها يعني اللي هي الوان بيضاء وحمراء، يعني عباره عن ايه؟ هذه مواسير حديد، عباره عن مواسير حديد. الماسوره هذه ارتفاع 1.40 متر وفوقها الماسوره حوالي 6 متر، يعني طول 6 متر. هذه الحظيره للجمال عشان الجمال ما تخرجش على المسار، يعني. نعم. يمين وشمال. تمام. مدة الانشاءات يعني هي بدأت من امتى؟ احنا بدأنا من يوم 12/6. من 12/6 ومقررا ان انتم تنتهوا ان شاء الله وفي وقت. احنا ان شاء الله بكره اخر مع التسليم، يعني ان شاء الله نسلم بكره. يعني خلال مدة حوالي أسبوعين تم الانتهاء من الإنشاءات في هذا المكان. خلال 15 يوم أو 16 يوم التسليم، يعني الحمد لله أنجزنا. إحنا المسطح التسوية عامل حوالي 700 ألف متر مسطح. مسطح التسوية. مسطح التسوية. نعم. الحظيرة بال. أكيد فيه المكان ده وفر فرص عمل لكثير من الشباب. كثير من الشباب من هذه المنطقة سيدي عبد الرحمن والعلمين. وموفر عمل ايام كثير، يعني وناس شغالين معدات، والوفر يعني هو باب رزق لهذه المنطقه. يعني نشكر يعني الناس سباق الهجن واتحاد الهجن الاماراتي للتعاون مع الاتحاد المصري للهجن، انه قام بالمبادره هذه وقام بالنادي اللي هو بتاع. لو وصفت لنا المكان قبل هذه الانشاءات كان المكان عباره عن ايه؟ هو مكان عباره عن صحراء وزي ما انت شايف، يعني اعشاب وصخر. احنا قمنا 15 يوم، يعني حوالي كانت معدات كثيره، انا حوالي ما يقارب عن 20 معده شغاله فيه على مدار 24 ساعه شغالين فيه. نعم اشكرك جدا. شكرا. الله يخليك. الله يخليك. شكرا. اذا الانشاءات التي تمت خلال اسبوعين للانتهاء من اكبر مضمار لسباقات الهجن في مصر، الاحدث من نوعها الذي يجري انشاؤه لاستضافة بطولة مقررة لها الجمعة القادمة. ومن هنا من مضمار سباقات الهجن بمدينة العلمين لكم خالص تحياتي محمد حسين.